هدى للمتقين. هنا النهج المبين، هنا الحق اليقين، هنا نور بدا هدى للمتقين، هدى للمتقين. ربيع المؤمنين، معين الموقنين، هنا بحر الندى هدى للمتقين، هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هدى للمتقين. هنا النهج المبين، هنا الحق اليقين، هنا نور بدا هدى للمتقين، هدى للمتقين. ربيع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد الاهتمام القرآني عندما نتصفح القرآن الكريم، نجد ذلك الاهتمام في الإحسان للوالدين، تركيز من الله سبحانه وتعالى على هذه القضية، كيف أنه يجب أن نتعامل بالإحسان وبالبر والاهتمام بالوالدين. يعني نشوف مثلا في سورة العنكبوت الله سبحانه وتعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. في سورة مثلا لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه. وتكررت هذه العبارة وبالوالدين إحسانا في سورة البقرة والنساء والأنعام والإسراء. كل هذا التأكيد للأبناء بالوالدين، بالإحسان للوالدين. بينما بالعكس ما نشوف هناك توصية، يعني لا نرى ذلك التأكيد بالتوصية على الأبناء كما هو موجود للآباء. ليش؟ لأن بشكل عام الأب والأم ما يحتاجون توصية، هم أساسا، لأن هؤلاء الأبناء فلذات أكبادهم، فأساسا يهتمون بأبنائهم، يرعون أبنائهم. لذلك نشوف مثلا عن يعني أي صعوبة تحوش الابن، الأب يتأثر منها. لاحظ في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الإمام الحسن عليه السلام، ماذا يقول له؟ يقول: ووجدتك بعضي، على اعتبار أنه ولده، يقول: ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني. يعني أي شيء، إن شاء الله شوكة تحوشك، كأن هذه الشوكة اللي حاشتك حاشتني أنا، أي شيء يضايقك أنا أضايق، كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. مثل ما أنا أهتم بنفسي أنا أهتم فيك أنت، بل أكثر، الأب مستعد أن يضحي من أجل أبنائه. بينما العكس، الأبناء يحتاجون تذكير، لابد يكون هناك تذكير لهم. لذلك نشوف هذا التأكيد في الآيات القرآنية، وكذلك الأحاديث في السنة المطهرة جاءت للتأكيد على هذه القضية، قضية بر الوالدين، لأن الإبن قد ينسى، ففي خضم هذه الحياة ويدخل في معترك الحياة ما ينسى الأبوين اللذين قد سكبا عصارة عمرهما من أجل أبنائهما. شوفوا مثلا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأم، وأنا ركز على مسألة الأم، الأم كذلك في تأكيد عليها. مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بر الوالدة على الوالد ضعفان. يعني إذا واحد يحصل أجر من بره لوالده، فإن بر والدته بعد هذا ضعفين يصير عليه.
احنا نشوف آيات القرآن الكريم تقول حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها. هذا التأكيد ليش الأم هي اللي تعبت أكثر شيء في حمله وكذلك في التربية ولها تأثير على الأبناء. نشوف مثلا واحد يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأله: يا رسول الله نبئني ما حق الناس مني بحسن الصحبة؟ شنو أجاب؟ هذا المعروف الكل يعرفه، قال: أمك، يعني أمك أولى الناس. زين خلص الآن عرفت أمي، الحين منو اللي بعد أمي؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. تأكيد بعد. ثم من؟ أمك. دائما في اللغة يستخدم هذا إن ثلاث مرات للتأكيد، كررها ثلاث مرات، فهي تأكيد أن الاهتمام بالأم أولى شيء، أولى إنسان على الابن أن يهتم فيه هي الأم. أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ليش؟ لما للأم من تأثير على الأبناء. واقعا الأبناء يتأثرون حتى بالأم أكثر من الأب. ولذلك نشوف أحيانا، بعيد عنكم، لما تصير حالات الانفصال كثير من المشاكل تأتي. فمن المشاكل التي تأتي أن بعض الآباء يشتكون، يقول يعني عيالي ساكين بلوك، ما يكلموني. ليش؟ هم ليش كذي صاروا؟ متأثرين بالأم أكثر، أم تأثيرها أكثر. حالات العكسية أقل، في الغالب الأبناء يتأثرون في الأم. فإذا الأم تي ولعلها توغر قلب الأبناء على أبيهم، أو مثلا تقول عنه مثلا كلام، هذول يكرهون الأب أو يصير عندهم موقف، ما يجوز هذا الأمر. يعني الأم هم لازم تدير بالها. زين أنت عندك مشكلة مع الأب، لا يصل هذا إلى الأبناء، لأن الأبناء إذا سووا هذه المسألة ما يكلمون أبوهم، ما يتواصلون معاه، يتصل عليهم تلفون يعطونه بلوك عشان لا يكلمهم، هذا كله من العقوق. زين وأنت الحين أنت إيش قاعد تسوين؟ أنت قاعد تخربين آخرتهم. إحنا قبل شوي قلنا وبالوالدين إحسانا، وين الإحسان بالوالدين اللي قاعد يسوون الأبناء؟ ما قاعد يسوون إحسان بالوالدين. هذه جريمة في حق الوالد، وإن كان لو مهما كان الأب، لو حتى لو كان مو زين، لو حتى شنو يكون، ما يكون، ما يصير إن الأبناء يتعاملون مع أبيهم بهذا الشكل. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. راح نتكلم عن هالآية في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. لكن على أي حال، فتأثير الأم كبير. ولذلك الشاعر حافظ إبراهيم ماذا قال؟ هذا قبل أكثر من 100 سنة، شاعر النيل، يعني يبي يقول إن إحنا التأخر اللي صار في الأمة، هذا التأخر والإخفاق ترى علته شنو؟ علته أن إحنا ما طلعنا أمهات يربون ويطلعون رجال يحملون الأمة. فماذا يقول؟ يقول: من لي بتربية النساء فإن من اللي يتصدى يربي البنات الصغار حتى يصيرون أمهات، تربيهم بشكل جيد حتى يصيرون أمهات يطلعون لك جيل جيد، لأن الأم لها تأثير، لها تأثير أكبر. من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق، حالة الإخفاق اللي إحنا عايشينها هذا، لأن ما طلعنا أمهات طلعون جيل. اللي بعدين يقول البيت المعروف: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولذلك نشوف مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق، طبعا عنده في رسالة الحقوق عنده حق أمك وعنده حق أبيك، فيقول: وأما حق أمك فحق أمك، طبعا كلام طويل في حق الأم، أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا. من هو يتحمل يشيل واحد تسع شهور؟ أمك سوت هذا الأمر. وأطعمتك من ثمرة قلبها، ويقول كلام شنو سوت لك حتى أخرجتك إلى الأرض، يعني بعد الولادة، فرضيت أن أنت تشبع وهي تجوع، أنت تكسى وهي ما يكون عليها كساء تدفى فيه، يحوشها البرد ويحوشها الحر بس أنت تكون مرتاح. هذا كله يقوله عليه السلام في رسالة الحقوق في حق الأم، حتى يقول: فتشكرها على قدر ذلك ولا تقدر عليه. ما تقدر توفي حق شكر طلقة واحدة من الطلقات ولادتها عليك، فتشكرها على قدر ذلك ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه. وأما حق أبيك، يقول حق أبيك هم أن تعلم أنه أصلك، الأصل أصلا لو مو أبوك أنت ما كنت موجود، وأنك لولاه لم تكن،
فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك، واحد ناجح في حياته ولا واصل، يقول أي شيء توصل له ترى منو الأصل فيه؟ الأصل أبوك، فأحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوة إلا بالله. الحديث لا يزال عن الوالدين، إن شاء الله نرجعه إلى المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هدى للمتقين، هنا النهج المبين، هنا الحق اليقين، هنا نور بدا هدى للمتقين، هدى للمتقين، ربيع المتقين.